من جوا وبرا مثل ما تعودتوا مشاهدينا مع دكتور جوانا فرانسيس اللي اسبوعيا بتحضر لنا هيك مواضيع قريبه ومهضومه لنقدر نستفيد منها ونعرف كيف فينا نعتني ببشرتنا بطريقه سهله وسريعه. دكتور جوانا صباح الخير. صباح النور زينه، كيفك اليوم؟ منيحه؟ عروستنا هلا خلص جماعه الماضي قلت لك يلا انه قربيت، هلا خلص تحقيتيها صرتي عروس ورغم كل شيء طالعه معنا من شهر العسل على الاستديو. اكيد نحن انا بنتظر الحلقه يعني كرمال هيك نعطي شويه نصايح، والحمد لله يعني الاصداء عم تكون كثير حلوه، فمشان هيك ما قال لي قلب قفه حلقه يعني. ونحن كمان ننترك اسبوعيا لنستفيد من كل النصائح اللي بتعطينا اياها. اليوم دكتور جوانا حيكون موضوعنا عن الفيتامينز اللي بناخذهم، قد ايه هن عندهم اهميه كبيره وقد ايه ممكن اذا نقصنا او كان عندنا نقص نحن بحاجه له، قد ايه ممكن هيدا الشيء يؤدي لضرر اكبر، صح؟ 100%. في كثير ايام مشاكل بالبشره او بالجسم او حتى عند الناس اللي بصحتها منيحه وبتعمل رياضه بيكون عندها نوع من عوارض معينه، هي بتكون جراء نقص فيتامينات معينه. فمثل مثلا العالم اللي كثير بتعمل اكسرسايزز بيكون اجمالا ناقصها المغنيزيوم. كيف نعرف انه ناقصنا مغنيزيوم؟ بنحس انه اول شيء بنحس بشيء، في كثير كرامبس باجرينا، يعني بيقولوا لك عقد شرش باجريك، هذا نوع من العوارض اللي هي بيكون انه جسمك عم بيقول لك انه انا بحاجه لمغنيزيوم. اكيد هو موجود بالاكل، وكثير في كثير من الفيتامينات اللي رح نحكيها ورح نقولها موجوده بالاكل، ان كان بالدجاج ان كان باللحمه ان كان بالخضار. بس في قصص لو انت كنت عم تاكلي اكل صحي بضلوا ناقصينك بجسمك. يعني مثلا تنحكي عن، بدي احكي اول شيء عن المنافع تبع المغنيزيوم، وبرجع بقول كل فيتامين وين بينقص وشو بيساعد. مثلا العالم اللي بتحس حالها ستريسي كل الوقت، خصوصا انت عايش بلبنان وما بدهم ياخذوا مثلا دواء اعصاب، فيهم ياخذوا فيتامين اللي هو المغنيزيوم. اكيد فيهم يستشيروا الطبيب تبعهم قبل، خصوصا اذا عم ياخذوا كثير ادويه، بس المغنيزيوم بيساعد كثير بالنوم وبيساعد انه بخفف الستريس. يعني حتى بس يكونوا ناس عم بيعالجوا بشرتهم بتحسي انه كمان بيعطوهم مغنيزيوم، لانه بيكون كثير من المشاكل اللي عم بيعانوها للبشره بتكون من وراء الستريس. يعني في كثير بنات بيطلع لهم كثير حبوب كمان، خاصه هيدي الفتره يمكن دكتور جوانا اللي قطعنا فيها كلنا قد ايه انه الستريس كان عالي عند الكل. كورونا كمان، وبعد الكورونا يعني كثير شهدنا قصص مثل وج بيفوع، مثل هر شعر كثير قوي. ناتجه عن الكورونا كانت دكتور جوانا، يعني ناتجه من اعراض الكورونا الاشخاص اللي اصيبوا بالفيروس؟ من هي بين انه بين اعراض الكورونا وبين الستريس اللي الجسم بيقطع فيه خلال الكورونا، ان كان انت كخوف اللي بتخافيه من وراء الايديا انه واحد صار عنده كوفيد، ومن كمان الجسم المناعه اللي انكبت كانت موجودة بالجسم بتحارب هيدا الفيروس، كمان بذات الوقت بالنهاية عندها عوارض وبتأثر كمان على هول القصص. هلا للعالم اللي خايفة من هذا الموضوع بقول لهم ما تخافوا، لأنه كل شعركم بيرجع وبيرجع أقوى، بس أنه بدكم تهتموا في هيدي الفترة. كمان حكينا نحن قبل عن الفيتامينات اللي هي للشعر، وبقول وبرجع بعيد انه هي اجمالا للشعر والضفير بذات الوقت. يعني مثلا عندنا الزنك كثير مهم للشعر بننساه، يعني اجمالا اللي هو موجود كمان بالسي فود بالسمك. كمان في عندك البيوتين اللي كل العالم يعني بتلاقي خارب الدنيا البيوتين، كل العالم بس كون شعره عم بهر وهيك ما بتاخذ غير بيوتين. هو مش بس البيوتين، هي الكومبينيشن بين الفيتامين بي على كذا نوع، يعني فيتامين بيوتين هو نوع من فيتامين بي بي 7، بس عندنا كمان فيتامين بي 6 وعندنا غير انواع كمان كثير بتساعد ان كان للشعر والضفير. وبتحسي كمان انه العالم اللي عندها نقص بالبيوتين او غير فيتامينز ببين غير العوارض، يعني بتحسي في تعب، بتحسي في مثلا الفيتامين دي اذا كان عندك نقص فيه بتحسي بوجع اجرين كثير قوي ومستمر، بتحسي مناعتك بتكون خفيفه، بتحسي انه كمان بيعمل ديبرسيون، يعني
في كتير ناس بيكون كمان مزاجة منه متقلب ومنه كتير ستيبل من وراء جراء بيكون ناقصها فيتامين دي. يعني إذا بتاخد فيتامين دي حسب قد ايه ناقصها، في ناس بتاخد 10,000 عيار 3 مرات بالجمعة. طيب دكتور جوانا، هون السؤال كيف بنعرف نحن؟ يعني مثلا في مثلا في اوقات امراض معينين او اشياء بيعملوا بنحس انه في عوارض معينه بنعرف من خلالهم انه نحن مثلا عندنا فقر دم، عندنا بخصوص انه نعرف انه نحن عندنا نقص بالفيتامينز، كيف بنعرف؟ هلا في كثير اطباء بفضلوا انه تعمل فحوصات قبل ما تاخذي حيلا فيتامين، وفي ناس انه بيعتبروا انه هذا الشيء اوفر ذا كاونتر، يعني في واحد ياخذه مثلا تقول لك مثلا تبين دراسات انه 48% من العالم اللي عندهم سكري بيكون عندهم نقص بالمغنيسيوم. فاذا كمان المريض السكري لانه بيصير عنده ريسك انه يعمل جلطات باجريه وهالقصص، في حكمة بتعطيه مغنيسيوم على صحه السلامه مثل ما بيقولوا، بس عندك فيتامينات ما فيك تعطيها على صحه السلامه، مثل فيتامين د مثلا ما فيك تعطيه لانه بكل شيء زاد ببعنا كمان بنقص. صح، انا كرمال هيك سالتك لانه نحن اوقات بنتوجه على الفارماسي بنحس عم نشتري الفيتامينات مثل كانه عم نعمل شوبينج، يعني عاده تياب انه على بالي مثلا اخذ هيك فيتامينات يمكن للنضاره او لشيء، هل هيدا الشيء صح او لا؟ لازم ننتبه انه في اشياء اذا اخذناهم زياده. فيتامينات النضاره مثلا بيكون فيها سيلينيوم وكولاجين وفيتامين اكيد اذا وحده مثلا بريجننت حبلي ما فيها تاخذهم، بس اذا وحده مثلا بعمر معين وشي سهلتي صحتها منيحه فيها تاخذ. يعني بالنهايه هول فيتامينات بيعطوا نضاره بيساعدوا بشعر الضفير وما عندهم عوارض او يعني اضرار مثل ما بيقولوا على عيار عالي. هلا الفيتامين يعني بس الوحيد اللي بدنا ننتبه كثير بس لانه ممنوع منعا باتا يتاخذ، اذا بدنا ناخذ مثل العالم بتاخذ مثلا روكيتان وقصص ما بدنا نسمي اسامي ادويه، بس انه بتاخذهم على صحه سالم هذا شيء كثير غلط لانه بياثروا على الكبد بياثروا على الشعر بياثروا على كثير امور، اكيد عندهم منافع بس عندهم في كمان كثير عوارض جانبيه، فبدنا ننتبه كثير على هذا الموضوع. يعني ما هذا الشيء كثير مهم دكتور جوانا اللي عم بتقوليه اليوم، لانه انا بعرف انه كثير صبايا بيتحمسوا بكون دواء معين يعني في شخص صديقتها او وصف لها اياه الحكيم لوجهها بتروح هي هيك بتشتريه مثل كانه انه يلا عسى انه بعمل هيك تريتمون لوجهها. هذا اكبر غلط، ونحن يعني بالنهايه اوكي الصيدلي دوره انه قد ما في يعطي، بس يجي حدا بيشتري انه يسال وهيك يقولي هلا بطل في يعني دواء حتى نعتلهم انه ياخذوه على صحه سلامه، صار كله هلا بالوصفه لانه الكميه كثير محدوده، هلا صار كله مقطوع كله مقطوع هلا 100%. فهيدا لا هيدا موضوع كثير مهم ولازم يعني انا من ناحيتي بس يجي حدا بده بيسال انه عندك نقص كذا، اذا واحد بياخذ فيتامين دي بيسال الحكيم قد ايه عاطي حتى بطريقه انديركت اقدر اعرف انه اذا حكيم واصفه او شخص هو عم ياخده من راس تقدر ساعده بهذا الموضوع. كمان بدي اقول انه في كثير ناس مثلا بيكون عندها ميجران مستمر، الميجران المستمر كمان المغنيسيوم بيكون كمان اذا في نقص بالمغنيسيوم كمان كثير بيساعد. يعني عن جد في قصص كثير صغيره، ليه؟ لانه يعني بيخليكي انه تكوني اروق مثل ما قلت قبل. أوكي. حتى في قصص مثل الافتات اللي موجوده بالتم مثلا في ناس بيطلع لها افتات، عرفتيهم هول البلسترز اللي بيكونوا بقلب التم مثل جرح مره على مره بيكون كمان ناقصه الشخص فيتامين بي. يعني بالنهايه اذا بقى نختم دكتور جوانا بنقول انه الفيتامينز هو مثله يمكن مثل الدواء، لازم نعمل فحوصات قبل، لازم نستشير طبيب قبل ما ناخذ اي فيتامين، لانه كمان اذا اخذنا بكميه كبيره هيدا الشيء ممكن يكون في قصص للنشاط الجنسي وقصص فيك تاخذيها بلا وصفه ما بياثر الا اذا حدا عنده ضغط منه مرجلش. بس اجمالا فينا نقول انه الحديد لازم ينعمل فحص. انا بدي اتشكرك دكتور جوانا، وبعتقد المشاهدين كثير استفادوا من هيدي الفقره عن الفيتامينز، وبشوفك ان على رد جمعه الجاي بحلقه جديده.